شكونهم؟ نحكي في شكونهم اليوم على واحد من أغرب الشخصيات وأكثرها غموض عبر التاريخ. نحكي على الرجل المعروف ديبي كوبر. الاسم هذا اللي تربط بأحد أصعب الألغاز في عالم الجريمة، واللي لليوم ما تمكنش حتى حد من الكشف عن هويته الحقيقية وإلا صورته الواقعية. هو الشخص الوحيد اللي نفذ عملية سطو جوي لطائرة وما تمش حل اللغز متاع الاختطاف هذا في تاريخ الولايات المتحدة. ديبي كوبر هو اسم مستعار تم إطلاقه على رجل اختطف طائرة بوينغ 227 في 24 نوفمبر عام 1971 وحصوله على فدية مقابل الإفراج عن الطائرة. قام بعدها بالقفز من الطائرة هذه أثناء تحليقها شمال الولايات المتحدة، ولليوم ما تمش العثور على دليل واحد حول الشخصية والهوية الحقيقية لكوبر. القصة بدأت عام 1971 في مطار بالولايات المتحدة الأمريكية في رحلة داخلية. بعد مدة من تحليق الطائرة قام واحد من المسافرين باستدعاء المضيفة وخبرها بكل برود الدم وهدوء أنه عنده قنبلة وباش يفجر الطائرة وباش يأكد التهديدات. ورى للمضيفة وقائد الطائرة والمسافرين حقيبة كانت مليانة بالمتفجرات، وبالفعل اتصل قائد الطائرة بأبراج المراقبة وأعلمهم باختطافها، وبدأ تدخل القيادات الأمنية للتفاوض معه. وكان من المتوقع أنه يطلب فدية، وهذا اللي صار. طلب فدية قيمتها 200,000 دولار أمريكي، طلب زادة 4 مظلات للهبوط، وتحصل على الطلبات متاعه بعد انزال الطائرة بمطار تاكوما الدولي، وأطلق سراح المسافرين لتخفيف الوزن، وخلى كان 4 رهائن فقط، وهما المضيفة، مهندس الطيران، وبطبيعة قائد الطائرة ومساعده، وأمرهم بالتحليق خارج الحدود الأمريكية للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. الشيء اللي خلى رجال الشرطة يتبعوا الطائرة من خلال أجهزة الرادار، وأطلقوا طائرة حربية باش تتبع الطائرة المخطوفة على ارتفاع 10,000 قدم. وفي طائرة تحلق بسرعة 200 ميل، قفز ديبي كوبر من الباب المخصص للطوارئ من غير حتى ملابس واقية وخلال عاصفة قوية، واختفى عن الأنظار تماما، وتم إثرها إرسال حوالي 300 شرطي للمكان المتوقع يهبط فيه باش يقوموا بعمليات التفتيش، لكن ما لقاو كان المظلة اللي استخدمها في الهبوط وربطة العنق متاعه. وتواصلت لمدة عامين عمليات البحث لكن دون جدوى، وكانت الشكوك تحوم على جمجمة بشرية تم العثور عليها في نفس المكان، لكن الأطباء فيما بعد أثبتوا أنها لامرأة. كما لقى صبي عام 1980 5,800 دولار متأكلين، تأكد من أرقامهم التسلسلية أنهم من المبلغ اللي تم تسليمه لديبي كوبر، وهكا قعد لغز كوبر غامض لليوم وحتى حد ما يعرف حقيقته الأصلية. شكونهم؟